اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري اللي بنتكلم فيها في الموسم ده عن اسلحه المشاه الخفيفه. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن نوعين من الاسلحه وهم الاي كي ام والار بي كي. واول حاجه هنتكلم عنها في حلقه النهارده وهي الاي كي ام او البندقيه كلاشينكوف الاليه الحديثه، ودي نسخه متطوره من البندقيه اي كي 47 او البندقيه كلاشينكوف الاصليه. والبندقيه كلاشينكوف الاليه الحديثه هي بندقيه اخترعها الاتحاد السوفيتي ودخلت القمه سنه 1959. والبندقيه الاي كي ام كانت بندقيه حديثه جدا سنه 1959 واتنشرت بشكل كبير جدا في حلف وارسو، وحلف وارسو هو حلف انشاه الاتحاد السوفيتي بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه. فضل الاتحاد السوفيتي يعمل نسخ من بندقيه اي كي ام وبدا يعمل نسخ متطوره منها، بس البندقيه الاي كي ام الاصليه فضل الاتحاد السوفيتي ينتج منها نسخ لغايه اواخر السبعينات لما قدر ان هو يطور البندقيه اي كي ام ويستبدلها بالبندقيه كلاشينكوف 74 اللي حل محلها في اواخر السبعينات. والبندقيه كلاشينكوف الاليه من البندقيات المصنفه ان هي بندقيه اقتحام ومن البنادق اللي دخلت حرب فيتنام. والبندقيه كلاشينكوف اتصنع منها حوالي 1,278,300 قطعه، وهي من اكتر البنادق اللي تم تصنيعها على مستوى العالم. والبندقيه اي كي ام وزنها حوالي 3.1 كيلو جرام في وقت اللي بيكون فيه مخزن البندقيه فارغ من الذخيره. طول البندقيه حوالي من 25.8 ل 34.6 بوصة، وطريقة البندقية اي كي ام 67/100×39 مليمتر. وقدرت شركة المعادي للصناعات الهندسية العسكرية في مصر ان هي تنتج نسخة للبندقية اي كي ام نسخة طبق الاصل دي، واتسمت البندقية دي باسم رشاش المعادي. والبندقية دي لسه بيتم تصنيعها واستخدامها في الجيش المصري لغاية الوقت الحالي. اما بالنسبة للمستخدمين البندقية فهم معظم الدول العربية ومعظم الدول الافريقية. ودلوقتي هنتكلم عن الجزء الثاني في الحلقة وهو سلاح الار بي كي، واللي انتجه الاتحاد السوفيتي سنة 1961 ودخل الخدمة سنة 1964 ويصنف انه سلاح رشاش. وتم استعراض السلاح ار بي كي لأول مرة في عيد العمال سنة 1966 في الساحة الحمراء، وبعد كده بقى الار بي كي هو السلاح الفرق الآلي القياسي في منطقة حلف وارسو. وفي المستقبل تم استبدال الار بي كي بالار بي كي المعدل 5.45 ملي، وده اللي تستخدمه دول الكتلة الشرقية في الوقت الحالي. وبدأ استخدام الار بي كي بشكل أساسي بداية من سنة 1959. والار بي كي يعتبر من الأسلحة اللي دخلت في حروب أهلية كتير جدا، وفي حروب برضو وصراعات داخل دول، وبيعتبر من أكتر الأسلحة اللي دخلت في الحروب الأهلية اللي حصلت في الدول العربية والحروب والصراعات والنزاعات الأفريقية اللي حصلت في الوقت الحالي أو في زمن سابق. وزن الار بي كي حوالي 4.8 كيلو جرام، وعيار الار بي كي من 39 ل 45 مليمتر. اما بالنسبة للطلقة او الذخيرة اللي بتستخدم في الار بي كي فهي من عيار 67/100×39 مليمتر، وبالنسبة لقوة الضغط فهو بيعمل بقوة ضغط الغاز. ولما نيجي نتكلم عن سرعة رمي الطلقة فهي 960 ملي لكل ثانية، اما بالنسبة للمدى الاقصى للطلقة فهو 3150 ل 3440 متر. اما بالنسبة للمخزن او عدد الطلقات اللي بتكون موجودة في السلاح فهي من 40 طلقة للمخزن ل 75 طلقة اللي عند المستهلك. اما بالنسبة لمستخدمين السلاح فهي معظم الدول العربية والدول الافريقية. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن اسلحة الجيش المصري الخفيفة، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.